نأتي إلى ميدان الرياضيات وهو وثيق الصلة بالعلوم الأخرى حتى يمكننا حل المسائل والمعادلات وغير ذلك. هناك آلاف التناقضات والأخطاء الرياضية الحسابية في الإنجيل، سوف أتناول فقط بعضا منها. في عزرا الإصحاح الثاني الآية الأولى وفي نحمية الآية السادسة من الإصحاح السابع الكلام عن الذين خرجوا من أسر بابل. في عزرا من الآية الثانية وحتى الثالثة والستين هذه القوائم موجودة هناك. نعم، وفي نحمية كذلك من الإصحاح السابع إلى الآية السابعة إلى الخامسة والستين تذكر أسماء الخارجين من الأسر تذكر أسماء الخارجين من الأسر وعددهم. ففي الآيات الستين المذكورة توجد قوائم الأسماء، والعجيب أنه فيما لا يقل عن 18 مرة تتطابق الأسماء بين السفرين لكن الأعداد تتضارب. أجل، ما لا يقل عن 18. انظروا في عزرا القائمة الإصحاح الثاني الفقرة الرابعة والستين ما لا يقل عن 18 تناقضا واختلافا وتضاربا في الأعداد. ويذكر أيضا في عزرا الإصحاح السادس الفقرة الرابعة والستين أن حاصل الجمع هو 42,360 شخصا، وكذلك هو حاصل الجمع في نحمية الإصحاح السابع الفقرة السادسة والستين. لكنك لو قمت بالجمع الصحيح فحقيقته في عزرا هي هذه قائمة عزرا وتلك نحمية. في عزرا الإصحاح الثاني وفي نحمية الإصحاح السابع إذا أجريت عملية الجامعة وجدتها في عزرا 29,818 فردا، وفي نحمية إذا أجريت الجامعة هو 31,089 فردا. وعليه فصاحب الإنجيل والمفترض أنه الله تعالى لا يعرف عملية جمع سهلة وبسيطة، إذا أعطيتها لتلميذ في المرحلة المتوسطة كان بإمكانه أن يقوم بذلك بسهولة. إذا نظرت إلى 60 آية هل لا يمكن على الله سبحانه وتعالى أن يقوم بعملية جمع بسيطة؟ لكن هذا باعتبار كما يزعمون أن الكتاب لله سبحانه وتعالى. ففي عزرا الإصحاح الثاني الفقرة 65 يذكر أنه كان هناك 200 مغن ومغنية، في حين أن نحمية الإصحاح السابع الفقرة 67 يذكر أنهم 245. نسأل 200 أم 245؟ مذكورة أيضا، مذكورة هناك بكل وضوح. إذن النص واحد وهناك التناقض واضح. في الملوك الثاني الإصحاح الرابع والعشرين الفقرة الثامنة أن عمر جواتشن كان 18 عاما عندما بدأ المطر في القدس واستمر المطر لمدة 3 أشهر و10 أيام. أما في الكرونيكل الثاني الإصحاح 36 الفقرة التاسعة فكان عمره 8 أعوام وأن المطر استغرق 3 أشهر. السؤال هو هل كان عمره 8 أم 18، وهل استمر المطر 3 أشهر أم 3 أشهر و10 أيام؟ في الملوك الأول الإصحاح السابع الفقرة 26 أن سليمان عليه السلام كان لديه 2000 في المعبد، في حين أن الكرونيكل الثاني الإصحاح الرابع الفقرة الخامسة يذكر أنه كان له 3,000 حمام. فهل كان له 2000 أم 3,000؟ وسوف أترك ذلك التناقض الرياضي الحسابي للدكتور كامبل حتى يقرر ما هو الصواب بشأنه. في الملوك الأول الإصحاح 15 الفقرة 33 أن باشا توفي في السنة 26 من أمطار آسا التي سقطت على آسا. أما الكرونيكل الثاني الإصحاح 16 الفقرة الأولى فيذكر أن باشا غزا جودا في السنة 36 من الأمطار نفسها. وأنا أسأل كيف يقوم باشا بالغزو بعد 10 سنوات من وفاته؟ وحتى نجعل الأمر ميسورا للدكتور كامبل للإجابة عن التناقضات والمشكلات الموجودة بالإنجيل فسوف أسردها بحول الله في نقاط سريعة.
الأولى خلق الكون في ستة أيام كأيامنا هذه، اليوم 24 ساعة. الثانية وجود الضوء قبل وجود مصدره. ثلاثة أن اليوم خلق قبل خلق الأرض. أربعة أن الأرض خلقت قبل خلق الشمس. خمسة أن النبات خلق قبل الشمس. ستة أن الضوء المنبعث من القمر هو ضوء القمر نفسه. سبعة هل ستزول الأرض وتفنى أم لا؟ هل تزول؟ النقطة الثامنة هل للأرض أعمدة وأوتاد؟ النقطة التاسعة هل للسماء أعمدة؟ النقطة العاشرة قول الرب عن النباتات والفواكه خاصة المسمومة منها أنه سينزل ذلك. الحادية عشرة الاختبار العلمي لصدق إيمان أي نصراني من مرقس راجع مرقس 16-17. النقطة الثانية عشرة عدم طهر النفساء التي تلد أنثى ضعف مدة الوالدة التي تلد ذكرا، هل هذا موجود وهل هذا صحيح علميا؟ الثالثة عشرة استخدام الدم لتطهير وباء البرص الذي يغزو بعض البيوت، هل هذا صحيح علميا؟ الرابعة عشرة اختبار السائل المر كما يدعى لإثبات جريمة الزنا كما ذكر في الكتب. خامس عشر التناقضات الحسابية الثامنة عشر بين عزرا ونحمية في أقل من 60 فقرة، تذكرون؟ لم أعدهم 18 عددتهم واحدا. السادس عشر حاصل الجمع الخطأ في كلا السفرين عزرا ونحمية. سابع عشر هل المغنون والمغنيات كانوا 200 أم 245؟ ثامن عشر هل كان عمر جيشهوتشان 8 أم 18 عاما؟ التاسع عشر هل استمر المطر 3 أشهر أم 3 أشهر و10 أيام؟ 20 هل كان لسليمان 1000 حمام أم 3000 حمام؟ 21 كيف غزا باشا جودة بعد وفاته بعشر سنوات بعد أن توفي بعشر سنوات؟ 22 قول الرب إنه وضع قوس قزح في السماء أي في الأفق وعدا منه للبشرية ألا يغرقها بالطوفان مرة أخرى وهكذا. فقد ذكرت 22 نقطة فقط من بين مئات المشكلات والتناقضات الموجودة بالإنجيل، وأيا كانت طريقة بحثه وإجابات الدكتور لا يمكنه منطقيا على الإطلاق أن يجيب إجابة علمية صحيحة وشافية على أي من هذه النقاط 22. نحن نؤمن بأن الإنجيل الحق قد نزل على عيسى عليه السلام رسول الله، لكن هذا الكلام ليس الإنجيل الحق، ربما بعضه من كلام الله، لكن التناقضات والأخطاء والفوضى لا يمكن أن تكون كلام الله. أختم بآية عظيمة من سورة البقرة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والآية تشرح نفسها ويل لهم ليشتروا الثمن القليل ويكسبوا دراهم معدودة، الويل لهم والويل لهم. الحمد لله رب العالمين.